قبل قليل في أحدث الغارات كان هناك استهداف لأحد المواقع يعرف بموقع البحرية على الطريق الساحلي لمدينة غزة، بالإضافة إلى غارات أيضا جوية في منطقة حي الرمال السكني وسط مدينة غزة. وكما نستمع الآن تكبيرات صلاة العيد في هذا اليوم الحزين بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة لكلفة عدد الضحايا نتحدث عن 67 شهيد بالإضافة إلى نحو 400 من المصابين. وحتى نطلع أكثر حول تفاصيل هذه الأعداد من المصابين والشهداء، دكتور رائد العريني رئيس قسم جراحة الصدر. دكتور يعني أعطيكم العافية في البداية ونسأل طبيعة الحالات التي تعاملتم معها، يعني نتحدث عن نحو 400 من المصابين خلال وقت قصير، يومين أو ثلاثة أيام فقط. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية مع تكبيرات العيد نتوجه للأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بعيد الأقصى، بعيد القدس، بعيد مصر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان في هذه يعني الهجمة البربرية الصهيونية على أطفال، على نساء، على شيوخ، على شباب أهلنا في غزة، يعني الذين لم يروا سوى الظلم الذي وقع عليهم خلال حصار ما يزيد عن 14 عاما. رأينا أطفال مصابين بحجم الطيور، بأعمار الطيور، أطفال لم ترحم الدبابات الإسرائيلية التي صنعت هناك بأمريكا وصنعت في دول كثيرة، والتي للأسف الشديد تشحن بمواد سولار أو بنزين أو ما شابه، للأسف الدول العربية يحرق بها أطفال غزة. لم نرى في مثل هذا، لم نرى، لا يكتب، لم يكتب التاريخ مثل هذه ما نشاهده هنا. من يعني نسبة الأطفال من عدد المصابين كبيرة تبدو. نعم 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 نعم. حيث نعم. أنت موجود هنا يعني في مجمع شفاء. نعم، لا تكاد تخلو غارة دون أن يكون هناك نسبة لا تقل عن 20% من الأطفال. بحجم الطير، أنت كطبيب لا تستطيع أن تلمس هذا الطفل وهو يبكي وهو يصرخ وهو يموت وهو يخرج في أنفاسه الأخيرة. لا تستطيع أن تقف أمام هذه يعني هذه اللحظات التي يموت فيها هؤلاء الأطفال بأي ذنب، بأي سبب لا تعلم، سوى أنهم في بيوتهم الآمنة المقطوعة عنهم الكهرباء، المقطوعة عنهم المياه، المقطوعة عنهم سبل الحياة. وأيضا تأتي بهم أي ظلم من هذا؟ يسكت العالم كله أجمع للأسف الشديد ويرى هذه المناظر، يرى بعمر الزهور، عمر الطيور للأسف الشديد. استقبلنا أطفال هناك أمعاءهم أحشاءهم خارج، استقبلنا أطفال مقطوعة مبتورة أطرافهم، استقبلنا أطفال مفقوعة عيونهم، استقبلنا أطفال آذانهم وجههم فكهم في الصدر. يعني طبيعة عملي أكثر من 23 إصابة خطرة أجرينا لها عمليات تدخلات جراحية كبرى. خلال ثلاثة أيام القسم مليء، العناية المركزة مليئة. فليأتي العالم فليشاهد صدورهم أجمع عمليات كبرى، ثلاثة أيام متواصلة من عملية إلى أخرى لإنقاذ حياة هؤلاء الناس، جلهم تحت سن 18 سنة. طب قدرتكم على التعامل مع هذا العدد الكبير، يعني أنتم حالة طوارئ بالتأكيد، عدد الطاقم الموجود في هذا القسم، قسم الاستقبال والطوارئ في المجمع الرئيسي، ونعلم أنه يتحول معظم الحالات الخطرة إليكم للتعامل معها أيضا من باقي المستشفيات. بفضل الله سبحانه وتعالى أن الطبيب الفلسطيني لا يتعامل بنظام العمل، لا يتعامل بنظام ما يتقضى، يتعامل بشهامته، بانتمائه إلى أرضه، إلى شعبه، إلى أهله، إلى ذويه، إلى إخواني، إلى أقصاه، إلى قدسه. فهنا الأطباء من اللحظة الأولى متمترسون في مجمع الشفاء الطبي، يقدمون ما يمتلكون في كل التخصصات، في كل المجالات يقدمون. لكن كما تعلم أن هناك نحن بأكثر من 14 عاما داخل حصار، مستلزمات طبية، نواقص طبية كثيرة كثيرة كثيرة. والله الذي لا إله إلا هو، ويعني وأنا أجري عملية على القلب وعلى الرئتين قبل ساعتين قطعت الكهرباء مرتين، ولم أرى ما دافع يعني هناك نزيف، كيف تسيطر عليه مرتين؟ والله الذي لا إله إلا هو ليس كلام إعلام ولا كلام مجاملات، ولكن إنما هي الحقيقة.